منور يا عطي. جه وقت السؤال يا عفيفي. ايه اللي وداك السوق ورا الغازية يا عفيفي؟ ده هي اللي جت ورايا يا عطي. اديني امارة الغازية احلى مني في ايه؟ انا قدامك اهو اهو. مين ابن كلب قال كده؟ ده انت اللي جمر. امجات جطة زيي؟ لا طبعا. عاملة شعرها كرواتين زيي؟ عمرها ما عملت كركتين. فيها بحفتي؟ بفاش كل عطي. اتغني؟ اترقص؟ اغني لك ورقوس لك. لا 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 غني عطي. اه كسكليا كسكسي. قول لا 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 لا. يا كسكليا مالي بكسكس عطي. بكسكس بكسكس اهو يا عطي. ما تكسكس مالي بكسكس اهو. اعري لك اقلع الجلسون واعري لك. اهو الاتفاق بقى لما تقلعش الجلسون عشان الدوالي يا عطي. ايه اللي وداك السوق؟ مفيش نفسه فتني على المسجعه قلت اجيب كرمتين وانا جاي. كذاب يا عفيفي. لحد كده وسطوب يا عطي. اه مفيش واحد صعيدي اتشتم في بلدنا على النعمه تضرب على عنكف. كده عنكفتي هتحمر يا عفيفي. انت اللي بدكتي. اقول لك عشان الجانع ولا الغزيه ايه قولك لو اديتك القاضيه في الحته دي. فعلا بقيت فاضي يا عطي. مساء الخير يا رياء. طب ما جت حالتها. بقول لك ايه، انا مش ناصر واطلع من دماغي دلوقتي. طق 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 النظام ده غلط كده. لا طق 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 انا كده هخلع وهزق كده. ياكل ما ياكلش كده؟ ينفع ما ينفعش كده؟ كده ياكل لا ما ياكلش كده؟ كده ينفع ما ينفعش. الحريم هتجيب لي جنان من هنا ومن هنا عليان. لازم نفسي تروح انا عايش في بتنجان. بشوف بره المزاد صواريخ وانت مقضيها طبيخ. نفسي تقولي لي اصحى يا بيبي مش اصحى بقى زيت يا شيخ. ما تاخدنيش بالصوت يا ملامع هطلع على مين بقى سامع. طب ده انت مقضيها جرايد يا مهنيني خميس ولا جمعه. ينفضح لي بقى عملت حاجة في المدرسة؟ والله لأ، ده أستاذ عفيفي مستقصدني وبيعملني بطريقة وحشة جدا جدا. الجواب ده جالك النهاردة، لو في خبر حلو هاخد 50 جنيه. هاتي. ايه ده؟ تهرب ضريبي؟ كده الرؤية بانت، التلاتة اتفقوا عليا. سيف يا استاذ يوسف، ما تعرفش يا ابني ابوك لو طالع بيع لباسه عشان علمك هيجيبه؟ ازيك يا استاذ عفيفي؟ عفيفي طب نعمل مدرسه منور. اتفضل يا جماعه.
معلش المكتبة مش قد المجال. ايه يا استاذ عفيفي؟ انت مستقصد سلوى ليه؟ بصراحة سلوى مستواها ضعيف ومستهترة وما بتعملش واجباتها، ومصيرها كده دبلوم صناعي قسم تكييف وتبريد. طب والحل ايه يا استاذ عفيفي؟ حل في ايدي. بجد؟ بجد. هي محتاجة لدروس خصوصية مكثفة. والدروس الخصوصية دي عندك ولا عندي؟ عندك طبعا. طالما عايز تبقى جنبي، النهارده عيد ميلاد سلوى. بمناسبة عيد ميلاد سلوى عندي قصيدة كده كنت عايز اقولها لك، اصل انا بحب اقلب شعر. قول. اهواك يا ولا يا واد، اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك يا ولا. ولا سايق وعجرب فروت هنا لاحلى قمر. ميرسي قوي. ايش عيوني ايش طارق الشيخ غدر بيا وسابني ومتعهد الحفلات، قال لي مش هينفع اغني لحالي غير لما يكون معايا مطرب مصري. زوري تحت امرك يا عسل. ده العشم يا ايش ايش. انا عايزه اقول لك حاجه، احنا النهارده عندنا عيد ميلاد ولازم تيجي. مش تقولي يا اموره. وانزل يا جميل في الساحه واتمطر كده يا لهوي. ايه يا مدام، ما سمعتيش عن حاجه اسمها ضرايب ولا ايه؟ فين حق الدوله؟ ده انا عيني للدوله. وانا عينيا ليكي، ملفك اهو عليكي مليون جنيه. مليون جنيه. ويعني هتظبط لي الملف؟ هو انت رقصتي قبل كده؟ ده انت عندك انزلاق غضروفي من 3 سنين. يا نهري يا اهلي. الف سلامه على ظهرك. امال بتاعت ايه؟ حب ولف لبا، وبعدين لازم اخد عليك الاول. طب واحنا يعني فاضيين للكلام ده؟ على فكره احنا النهارده عندنا عيد ميلاد. سوف لن نشتري هذا العيد شجره، ستكونين انت الشجره، وساعلق عليك امنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وانت حبيبتي حبيبتي. كان يا مكان وبزمان نونو صغير قد الفيل. قد ايه نونو صغير قد الفيل؟ صح. شنبه صغير ديله صغير لسانه قصير بس طويل. لسانه قصير بس طويل. Woo!
رئة عطية؟ يا نهار اجرق يا مهون هون هون يا مهون هون على طول محمد انديس وعمر الشريف ما استحيني علينا يا ست هند رستم وإيه المطلوب يا سي عمر؟ لا ده أس عمر عنده عشة في راس البر كان عن نفسه يقضي فيها ديوز وبيقولك ما تنسيش تجيب المايوهات معاك مش لما ناخد على بعض يا سي عمر؟ لا من المايوهات التو بيس هتخلينا ناخد على بعض بسرعة بس أنا بالحلال يا معلم عمر حقك هنضرب ورقة عرفي و17 في أجر لا رسمي والكبيرة تعرف لا رسمي ولا نظمي دي ممكن تقتلك وتقتلني ايه بقى روحني يا معلم لا طب وانا اروح فين مروح وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالشط حبيب استنى يقول لك سلامات اسمعوا نحن ستاته ملناش غير بعضينا ولازم نعمل خطة نرجع بيها رجالتكم انا هتجنن اه والله هتجنن انا عايز اعرف عايز اعرف دي احنا مننا في ايه اديني مبرر اديني مبرر واحد بس واحد بس واحد في ايه نومي الظلم ده نكم انت اصلا شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام ست حنوا عليه يا محسنين الغرام روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله بس خلاص انا مش هزلي نفسي اكتر من كده خلاص براحتك انا ست برضو ليا مشاعر بعدين هو عايز ايه تاني ما انا عملت شعري ولبست له ضيق هعمل ايه تاني على فكره احنا لازم نبعد عن بعض يا فوزي قيمه 7-8 سنين كده صح عندك حق هو الطلاق في اغلب الاوقات بيبقى روشته علاج اه بيبقى روشته بس ما تنساش بقى تديني مؤخري ونفقتي وعفشي وعفشي ليه؟ ما الشقة اللي انت ورثها على قلبك دي كلها هتبقى بتاعت انا الشقة من حق الزوجة يا بابا ايه ده انا بهزر معاكي انت صدقتي ايوه تعدل كده ما حد يعرفش يتفك معاكي الكلمتين لا اتفك يا بنت انت حب عمري انت حب عمري حبيبي عارفة احلى حاجة فيكي ايه يا رأفت؟ ايه؟ روحك من قلبك يا فوزي عارفة حبيبتي لولا الملامة كنت صورت خلقة أمك دي وحطيتها على علب السجاير عشان الناس تبطل تشرب أم السجاير دي خالص من قلبك يا حبيبي طبعا يا حبيبتي إيش إيش يا إيش إيش أنت هتستهبل يالا ما دوم أنا عارفة إنك بتستهبل ولا أنت بقيتش تفهم غير باللبناني يا عنتر برات البيت عامل لي عنتر قوم يلا ولا قوم يلا بدل ما بتكسلك خير عايز ايه اسم الله هكون عايزه ايه يعني مش تاخد الريح من البلاط النهارده الخميس يا حالتها النهارده الاثنين مش الخميس وماله الاثنين ما هو الاثنين حلو برده بس انا بصراحه عندي تنفيذ وغسيل ومواعين وعايزه ارد على العيال حبيب قلبي يا حبيبي ما تيجي نخلي كل ايام الاسبوع زي بعضه وبالمره نغير نظامنا مش عاجبه دلوقتي والغسيل خلاص بقى ما انا غسلت وانا شفته دلوقتي فاضيه لك خليه عندك دم انا مش عامل حسابي وزهقان بقى هي كده طب ماشي يا اخويا ماشي انا بقى هكلم قمر واحكي لها على كل حاجه واقول لها انك مش جاهز عشان مش معاك الحبايه الزرقاء اللي متعود عليها سبت واثنين وثلاث وخميس وجمعه ماشي ايش ايش انا هوريك رقه على اصولها عشان تشوف رقه بجد بقى يا رب عربية تخبطك يا رقة يا بنت ام رقة لا غمض عينيك اغمض عينيك ايه غميضة 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 يا ابوي على الهضبة
غمادة الليلة عيت. ايوه اوعي بنت ترميني بالبلكون. لا اسم الله عليك تعالى كده كده اقعد هنا. اها وانا اقعد هنا فتح فتحي. اليوم ده ما يفكركش بحاجة؟ ضرب مركز التجارة العالمي؟ لا غزو العراق على الكويت؟ لا زلزال 92؟ لا أه. غلب حمار اتجوزني ربنا يجعلها آخر الأحزان. كان يوم اسود يا عطية؟ لا كان يوم أربع لما حصل فيه القصوف والخسوف وفجأة الدنيا ضلمت. أها مش بقول لك كان يوم اسود؟ يبقى لازم تحقق لي أمنيتي. اتمني يا عطية. نفسي ترقص عمايا سلون. اسمها سلوم يا جهلة. سلوم سلوم أي حاجة تقضي القط النوم. يلا يلا يا عفيف يلا قوم أقوم. تعرف يا عطية؟ أيوة يا عفيفي. المزيكا دي بتفكرني بأمي الله يرحمها. يا على حالة الشجن اللي انت فيه. طب اقول لك ايه ما تشيلني. داني شيل نفسي بالعافية يا عطية. وشيلني مع نفسك. حاضر يا ست. اوفا حبيبات زيتوي مبسوطة يا عطية؟ قوي 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 قوي. يا ريتك ما اتبسطتي يا عطية. عيد ميلاد جرحي انا.